كاين عندك قرارات وكاين عندك نتائج ومسؤوليات. الا خديتي القرارات السهله دائما فين ما تكون سهله انت معاه، كن على يقين ان النتائج والمسؤوليات غتكون اصعب مما تتوقع. صدعك ولدك صغير عنده عام ونص عامين، دار لك الطنطونه بغى يلعب معاك. هذه دابا الصداع عندنا، ولا انا ولدك بغى يلعب معاك ولا سميتو كيصدعني، كيسميتو الغوات باغي يلعب كذا الى اخره. انا ملي كتجي تلعب معاه كيسكت كيقشم كيضحك معاك حدك كتنوض انت. كاين جوج ديال القرارات كندوي على عامونس، ماشي شي واحد شي فهيمي يقول لي لعيب الضرب ولا زاد راسك تكون بسيكوباط باش ضرب دري ديال عامونس. هو باقي ما فاهمش اش طاري فيه لداخل، انت كتسلخ فيه راه يطلع مجرم هذا او يطلع سويسيدير، فالواحد ما يتكلخش في هذا الشيء. عندك قرار شويه ديفيسيل وانك خصك تبقى تسايس معاه ودير ليه الخطر وتمشي معاه بشويه وبالتي هي احسن وكذا الى اخره. غتقول لي عندي مشاغلي وعندي، انا عارف، لكن هذاك مسؤوليه رقم واحد، حيت دابا سيت اون اورجونس عندنا. دابا عندنا اون امبورطونس، لكن هنا عندنا اون اورجونس. الاورجونس خصها تفك هي الاولى ونتفاهموا مع الامبورطونس من بعد. من بعد ملي غتشد مع الدري الخطر كذا الى اخره غيزيد واحد شي شويه، عطى الله ما يدار، اما غادي يمشي مثلا عند ماما الا كان عندك انت، ولا يمشي عند بابا الا كان عندك انت. وهذا الشيء هو اللي كاين، كاين ماما وبابا فقط، ما كاينش بابا وبابا وما كاينش ماما وماما. فملي غيمشي عنده صافي غيدوز عنده. انت خديتي في الاول قرار صعيب اللي غادي فيه، لكن لي كونسيكونس ديالو من بعد ان شاء الله تعالى ميسرين. وحتى الدري تيطلع شويه الى حد معين عنده واحد 7 دريال ديال ليكيليبر في شي حويجات، وتفادى واحد المجموعه ديال المشاكل اللي كاينه في القرار ديال النوع الثاني. النوع الثاني هو القرار السهل. القرار السهل هو انه غادي يصدحني، غندير ها غنجبد ليه بيبي شارك بيبي شارك وغنعطيها للبعلوك. كيقول لك هاد الدراري ديال هاد الزمان سبحان الله العظيم، هو تا كاب التليفون ولا يعرف ليه. سي نورمال اصاحبي، انت راه عطيتي التليفون مع الرضاعه، اش بغيتي يدير؟ اللي وقع في هاد القضيه هادي هو انك انت مشيتي للقرار السهل، خديتي القرار السهل، لكن الخلاص امتى كيبدا؟ الخلاص كيبدا من بعد ملي كيتم وجه العواقب والمسؤوليات. هنا كتولي كتزرد فيهم. الى الدري على الاقل الى ما ترباش فيه لوتيزم توحد، تيتربى فيه لو سبيكتر دو لوتيزم، طيف ديال التوحد، سير فكها مع انت وقلب انت على الميدسان اللي غادي يكون ناضي باش يعرف يفرق لك ما بين لو سبيكتر دو لوتيزم وبين لوتيزم، وباش يديتيكتي في الدري لو سبيكتر ديال لوتيزم ولا لوتيزم. مينيموم الدري خاص يكون عنده ما بين 4 سنين و5 سنين، قبل من هادشي ما كيتكلموش على لوتيزم. انا عطيتك مثال واحد بسيط جدا، وسير فكها انت مع ان اونفون اوتيست، الله يشافي جميع وليدات المسلمين. تفهم شنو هي النوتيست؟ النوتيست هو واحد الانسان سد عليه في واحد العالم ما كيدخل ليه حتى واحد، وهو ما كيكومونيكي مع حتى واحد. في احسن الاحوال يقدر يقبل انسان واحد فقط هو اللي تيدخلو عنده. ملي تيدخلو عنده راه سان با دير انه كيدي ويجي معاه في الهضره وكيكومونيكي معاه، لا، بغى الدري مثلا معلقه، لوتيست بغى معلقه، غادي يمشي عند داك اللي مدخلو عنده لو موند ديالو اللي كيقبلو. الحاجه الوحيده اللي غيدير معاه هو انه غيشدو من يدو غيديه للكوزينه وغيوقف. خاصك انت تفهمو اش بغى. غتحل الثلاجه، بغيتي هادي. وعيش معايا انت اب ولا ام عنده اش 24 هذه القضيه هادي. لي اوتيست الله يشافيه، هذه راه جايه من امور اللي خارجه على الاراده ديالو، لكن لو سبيكتر دو لوتيزم كيديفلوبا بكثره ما كنعطيو لوليداتنا لي تيليفون لي طابليت لي زيكرون دو تيليفزيون لي بي سي في واحد لاج بريكوس قبل ما الدري يديفلوبي حوايجات اخرين. انت كتحكم عليه، كيولي العالم ديالو مخشي في هذاك ليكرون. هذا مثال واحد على الخلاصه اللي من بعد. كندوي على الجينيراسيون ديالنا حنا واللي شي شويه قبل منا، خدينا قرار سهل، كنا كنظنوا ان القرار سهل، وهو انه ما عاود نمشيو ونوقفوا وقفه ديال الصح على المدرسه العموميه باش تقاد، لان هذه مسؤوليه ديالنا حنا. وإلا علاش كاينه واحد الحاجه سميتها جمعيه اباء واولياء التلاميذ؟ ما عاود حنا كاباء، علاش كنقول انا وحنا باش ما نجيش نبدا نعلق المسؤوليه على وحدين اخرين ونعتبر راسي انا برا؟ نو سوم توس كومبليس. ما عاود نمشيو ونوقفوا على المدرسه العموميه في الاخر ديال الثمانينات والبدايه ديال التسعينات ملي بدات شي شويه كديفيي، ونوقفوا وقفه ديال الصح، الشرفه الضريبه ديالنا باش كيتخلصوا هذوك الاساتذه وباش نديروا هذه المدرسه هذه، بمعنى ما كاينش واحد كيقرا فابور، ولادنا كيتخلصوا عليهم. ما عاود ناخذوا هذا القرار اللي كان غيكون قرار محتاج شي شويه ديال الصعوبه، محتاج شي شويه ديال الوقت، لكن كنا غنوقفوا عليه. والمدرسه العموميه غادا تقاد، او على الاقل غادا تحافظ على هذاك السيركوي اللي كانت داك ليتينارير اللي كانت غادا فيه مزيان.
خدينا قرار سهل. شنو القرار السهل؟ واش غادي دير؟ ضرب شي شويه مع الوقت وحاول تخدم صباح وعشيه ودير لوليداتك وحطهم في البريفي وتما تغادى الهجره جهه المدارس الخاصه خصوصا في المدن الكبرى. هذاك اللي كنا كنصحبوا حنا قرار سهل صابوا العواقب والتبعات ديالو اصعب مما كنا نتخيل في اقبح كوابيسنا. عام الاول تخلص عليه والعام الثاني والثالث والرابع والخامس راه الدواء مدرسه محمد. هذه اللي حسبناها غير بالفلوس، اللي حسبناها غير فلوس هضره الدواء. اما الكاليتي موضوع اخر، الشخصيه واش مقاده واش انسى. ومن بعد هذه جرات معها حاجه اخرى، جرات معها انه ولينا بغينا نديروا كل شيء للوليدات، فخرجنا جيل على المستوى النفسي جيل يعاني من الهشاشه. ادنى حاجه ممكن تهرسوا، ادنى حاجه ممكن تهرسوا انه فورني وكان فور ما كيدير حتى شي مجهود، حتى باش يدبر مثلا على شي موين طالعه الى اخره كنديروا ليه البوتوكس ديال القرايه كندوبيوه باش لي كور. كاين شي اساتذه يرضون على انفسهم مع احترامي للجميع، ملي يقول لك الدري اقسم لك بالله استاذ بلي انا راه كان كيجي عندي الاستاذ مع 12 ونص ديال الليل واش كيدير لي لي كور في السيمانه اللي قبل من الامتحان. كولي ما عرفتش اولدي شكون هو اللي خصو الطرش، واش انت ولا باك ولا الاستاذ اولا بثلاثه ربما، مع ان اخف طرش شخص تكون عندك انت. شايب الاستاذ دوميسيل مع 12 ونص الليل، وهذا الاستاذ الذي يقبل على نفسه انه يجي وعلى قبل 7 ريال غادي يعطيها ليه غبا يجي باش يدير ان كور مع 12 ونص ديال الليل دوميسيل، وهو يعلم يقينا ان داك الدري ما غيفهم حتى شي حاجه. 12 ونص الليل هنا دماغ هذا اللي غادي يشد، واخا يشرب باكيه ديال سوبرادين. فكان عنده مشكل ديال الهشاشه، كان عنده مشكل ديال الهشاشه النفسيه اقصد، كان عنده مشكل ديال قله التواصل، لان ملي ولينا حاطينه في البريفي ولا عنده باكيج ولا كيدخل كيقول لك راه ولد فلان وفلان عندهم التليفون، علاش ما يكونش عندي انا التليفون؟ باش ما يبقاش الدري ديال هذيك طن 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 كل نهار على التليفون. نقلب عاوتاني قرار سهل، نجمع في الاساس ندير كذا نشري ليه هكا تليفون، بل شراوها لينا مزيان يمات الكوفيد. المارشي ديال التليفونات وديال لي طابليت القافز هو اللي باع وشرا فيهم ديك الايامات، يبيع ويشري ويطيح الريدو صافي. دابا عايش دلانتريت داروا شي فرد افير اللهم بارك الله يتقبل. ايوا ولكن الخلاص بار لا سويت كيقول لك استاذ لا راه كنخصو يتبع، كنخصو يتبع ايامات الكونفينمون، سال الكونفينمون بو الحاج وحيد لي التليفون. لا ودابا كعارف والدراري والوليدات، وانت كتقلب على السهله بو الحاج، قلب على السهله الخلاص من بعد. راك الدراري اللي غارقين في الشبهات، البنيتات اللي طاحوا فيهم لي بيدوفيل من خلال التيك توك الى اخره، وكيدخل بكونت ديال سميه بنت كيقول لها نتلاقاو بلاصه الفلان فلانيه وروينا نيضة، والسيد عاد بالو زعما راه هو في امان الله وحفظه ورا بانكوك هيلتون عنده في عنده في البيت في الجهه الاخرى. علاش؟ لان خدينا قرارات سهله وما فكرناش في تبعاته، وهذا الشيء كله خرج لنا واحد الجيل اللي عنده اشكال كبير على مستوى تحمل المسؤوليات. عندك دري من التحضير حتى الباك ما عمر بواه ما خلاه يمشي يجيب عقد ازدياد هو الاخر، دري ما كيعرفش يركب بوطه. حنا غير بغيت نعطيهم القضيه ديال الاور ديال اور سوجي، وبغيت نعطيهم واحد ليكزومبل المهم محل الشاهد. وانا قلت لهم العباد اللي بغينا نصوبوا الخبز شنو هما لي زانغريديون دو باز، زانغريديون دو باز يعني لحد الان. وحده قالت لي البيض، قلت لها الخبز لو بان مادموزيل نو ماروكان اوتر مود دو كونسوماسيون غاسترونوميك واش تري في دو باز؟ قلت لي السكر، قلت لها صاي سمحي لي ارنا شكون اللي كيعجن هنا؟ دقيق الماء الخميره تخيل الخبز مساند الرسمي للمائده المغربيه الخبز، هذا ما كيعرفش كيفاش كيتعجن الخبز. انا ما كنهضرش لكم على شي وحدين جايين من لا كنقول لك على دي جون، دي جون شباب هادو سي لا طونج داج ديالكم نتوما والو. كيقول لك اودي لا غير خليها راه عندها الامتحانات بلا ما تمشي تغسل الماء، لا خليها عنده الامتحانات بلا ما تسخروا عند خالته، لا عنده الامتحانات خلي كذا. بمجرد ما كياخذ الباك كتلقى باه ولا مو تيجري ويجاري بالليل وبالنهار باش يقلب ليه على اون انسكريبسيون في الخارج. والحاج انت ديك الدريه كنتي دايره تحت جناحك هنا لمده 18 عام، ومن بعد شديتيها ودرتي ليها قلتي ليها سيري ليه دبري راسك، فين طلقتها؟ طلقتها عند قوس قزح، وطلقتها عند كابيتال اي، وطلقتها عند الروينه الكحنه كتسنى شنو؟ كذلك ومثال بالنسبه للدراري، حنا عطينا غير مثال على البنت على الاعتبار ان البنت كتكون ان بو بلو فراجيل على الدري. الاصل 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 والله تولينا تنتخلعوا حق الله العظيم. ف محل الشاهد باش
نجمعوا ان شاء الله تعالى ونساليوا.